الخطة ممتعة زين، هاي بلا خارسة سويتوها أنقص من الموبس. وإذا بي قيس الخزعلي يستقبلها ويقعد وياها ويسولف وياها ويتحادثون. هذا ايش طلعت هاي؟ يبغى يثور يا عيوني يا حبيب قلبي، يا عزيزي يا حبيبي، يا حبيب قلبي، والله غير صحيح هذا. استاذ غالب، استاذ غالب، اولا يعني هو عايشك بالمواقف سيد غالب، ما عندي مواقف واضحه يعني اليوم انت تشوف ماكو مواقف واضحه من عندي؟ لا يعني من البعض. ستيفاء ماكو يعني، لا بس ستيفاء فقط تذكير استاذ غالب استاذنا العزيز. اولا ذاكو علاقات مخفيه بامكان يعني يسأل تلميذه وصديقه الكاظمي اذا عنده علاقات خفيه مع المقاومه الاسلاميه. وين هذا؟ لا لا اقول خفت، قلت خفت يعني خاف. لا قلت خفت. شوف ابو انت اعلامي ناجح وانت دقيق باللغه، وهو انا قلت خفت خايف، وبالحق انا اخاف. حتى تبدد، حتى تبدد مخاوفك هذا تسأله يعني. الأمر الآخر استقبال بلاس خارت من قبل الشيخ المجاهد قيس الخزعلي ليس تزكية لها، استقبلها بعد طلبها وبعد قيس الخزعلي شان أرفض يعني. هاي صهيونية حجي، هاي صهيونية. هسه أنت مو شيخ قيس، خلينا نجاوب. هاي صهيونية، هاي صهيونية أخي، أنت تقولون صهيونية. اسمع لي يا عزيزي، يعني أنت تقولون صهيونية، لا يليق بك ان تقاطع هذه الطبيعه. والله ما قاطعك، بس بدي اجاوبك. خليني اوضح لك فقط. استقبال بلاس كارت لتقديم ادله دامغه لها على التزوير والتلاعب في الانتخابات، ولانها كانت متدخله ومؤثره، واستقبلت بعد طلب والحاح منها، وليس فقط شيخ قيس. استقبلها العبادي، استقبلها عبد المهدي، استقبلها اخرون ايضا. ليس تزكيه، الاستقبال ليس نعم. لا لا، وقبل ذلك ذهبت حتى الى المرجعيه. الاستقبال ليس تزكيه، يعني يقول هي مرفوضه عندهم.